بس في السويتش قالوا لي ان النمر دي كانت من لبنان. انت بيعمل ايه في لبنان؟ هو راح لحاله وسابنا في حالنا. بس عارفه يا دنيا لما اتصل مني في السجن قعد يسال عليكي وعن صحتك، حسيت اني يعني مهتمه قوي. مهتم؟ مكلمتين اتنين في 12 سنه، واحده منهم قال الو وبس، وده بعد ما بعت ورقه الطلاق لمراته اللي اتجوزها سنه واحده وبعدين اختفى. حقيقي راجل ذوق. كل ده وهي ما تعرفش حاجه؟ ازاي؟ دنيا تعرف عنا حاجات كتير قوي. تعرف عني مثلا ند مجنون ويمكن كمان خايف. مش هقول لك انها معذوره، ولانها معذوره فعلا، بس انت ليه ما حاولتش تتصل بيها طول الفتره اللي فاتت دي؟ لان كنت خايف عليها منهم، وبعد ما حصل اللي حصل في العراق عرفت انها خدت سكه تانيه مش ممكن تكون سكتي، ده غير كمان اللي حكيتهولك. انا برضو معترض على الانسحاب اللي انت عملته ده، زي ما هي من حقها تعرف انت ليه بعدت عنها وايه اللي حصل لك، انت كمان من حقك تدافع عن نفسك، ومن حق الناس يبصوا لك بنظره احترام. قصدك شفقه؟ شفقه، رحمه، مش هو ده المهم يا حازم، المهم ان هم يشوفوك على حقيقتك. صدقيني مش هتفرق، لان حازم هلال بتاع زمان مبقاش موجود، واللي قاعد قدامك ده مجرد ظل مكسور، راجل ماتت جواه كل حاجه حلوه من زمان. ده مش صحيح، والدليل اهو، انت لسه جواك احساس بالخوف على دنيا، لسه في صوتك احساس بالحب ناحيتها، يعني انت ما اتغيرتش يا حازم على الاقل من ناحيه دنيا، ولازم تبقى متاكد من كده عشان تقدر تكمل مشوارك وترجع حازم هلال لدنيتك ولمراتك. بعد كل اللي حصل معايا وكل اللي حصل لدنيا. ايوه، الجواز ايه غير كده؟ جمع وطرح وضرب، وقبل ده كله اسمك. شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف، تبع عين شمس، أحب أفكرك بمستشار إسماعيلي. أنا فاكر إن إحنا في مرة اتقابلنا أعتقد عند الدكتور فريد، بس أنا بقالي فترة ما بشوفكمش، هو أنتوا ليه ما بتروحوش؟ طب اتفضل. إحنا فعلا رحنا مرة أو مرتين، وبعد كده شفنا لنا سكة تانية. سكة تانية؟ سكة إيه؟ سكة معروفة. إحنا قلنا نبذل شوية مجهود. أنا وهو ما كناش أصحاب. احنا اتقابلنا كام مره في الدرس ولقينا ان احنا عندنا وجهه نظر واحده، ومن هنا ابتدت الصحوبيه. اصل بصراحه مفيش اي استفاده جامده يعني من الدرس. دكتور فريد لذيذ وكل حاجه، بس ما بيقولش اي حاجه جديده، ولا حتى بيقول لو حبينا نعرف حاجه نقرا ايه وندخل على اي سايت. وهو مش معقوله كل حاجه نساله هو. ايوه يا جماعه، بس الدكتور فريد برضه بيعرفنا حاجات كتير في الدين، قصدي يعني ان هو بيقربنا من ربنا. بص يا شريف، انت لو حاولت تقرا القران بتركيز وبرغبه في الفهم هتلاقي حاجات جميله قوي. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يقول على لسان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام: ويسالونك عن الساعه، الايه اللي بعدها: فقل. ويسالونك عن الخمر والميسر، فقل. ويسالونك عن الانصاب والازلام، فقل. كل حاجه تقريبا كان الانسان بيسال عنها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان دايما ربنا يجاب في القران فقل، إلا في مرة واحدة. مرة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. خدت بالك يا شريف؟ إن هنا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش النبي فقل. تمام، عشان علاقة بيننا وربنا علاقة مباشرة وقريبة، فربنا سبحانه وتعالى شال حتى الوساطة من النبي، يبقى الحاجة اللي ربنا بجلالة قدره شالها من النبي عشان يقربنا احنا منه، نرجع احنا ونديها الواحد هو اللي بينا اذا كان ربنا بيحبكم ولا راضي عنكم ولا لا. طب والحاجات يا جماعة اللي انتوا بتقولوها دي في كتاب ايه؟ الحاجات دي كلها موجودة في كتاب واحد، القرآن الكريم. ايوه بس انا بقرا قرآن. القراية بس مش كفاية، المهم نفهم. احنا عملنا كده،
كنا كل ما نقابل بعض صدفة أو حتى في مناسبة نسأل بعض ونعرف بعض. أيوة يا جماعة، بس في حاجات في الدين الواحد ما ينفعش يفتي فيها. عندك دار الإفتاء، الأزهر، وبالتليفون كمان. مش بس كده، شيخ الجامع، أي جامع لو دخلته اللي قاعد جواه هيبقى عارف أنت بتسأل عن إيه بالظبط، بس بشرط. شرط؟ شرط إيه؟ إنك ما تلغيش عقلك. الإمام الغزالي الله يرحمه كان دايماً يقول إن الإسلام مش هينهض إلا بالنقل وإحكام العقل. الشيخ الغزالي؟ أنا ما قريتلوش حاجة قبل كده. وقد أعلنت ميليشيا الشهاب الجناح العسكري لتنظيم حراس النهرين مسؤوليتها عن حادث الاختطاف، وتوعدت بالمزيد من العمليات التي من شأنها تعريف العالم أجمع بالقدرات العسكرية المتواضعة للجيش الأمريكي، وذلك على حد تعبيرهم وكما جاء في البيان الذي أصدروه. وفي الوقت نفسه اعترفت قيادة الجيش الأمريكي بعملية الاختطاف، ولكنها وفي نفس الوقت أعلنت أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الولايات المتحدة عن المضي قدماً في حربها الشريفة ضد الإرهاب في العراق. ويذكر أن الضابط كيفن هيس متزوج ولديه طفل واحد عمره 3 سنوات. استمراراً لحالة الفوضى التي تميز أداء القوات الأمريكية في العراق، قامت مجموعة إرهابية بعملية اختطاف الضابط كيفن هيس، وذلك بالقرب من نقطة عسكرية بشارع المنصور. وقد أسفرت العملية عن مسرع 3 جنود من المجموعة التي كانت مرافقة للضابط، وكذلك إصابة 4 جنود آخرين، 2 منهم في حالات خطيرة. كما أسفرت نفس العملية عن مسرع 2 من منفذي العملية الإرهابية التي قامت بعملية الاختطاف، بينما تمكن باقي المجموعة و3 آخرون من الفرار بعد الحصول على الضابط هيس كرهينة. كيفن ده صاحبه يا سمية، صاحبه الوحيد. وانتي مالك بس يا دنيا؟ هو انتي اللي خطفتيه؟ اللي حصل ده هيأكد فكرة الإرهاب عليا، مش عليا أنا لوحدي، علينا كلنا. طب ما هم أكيد عارفين. هم دلوقتي في معركة، وإحنا بالنسبة لهم خصوم وأعداء، مع إن أعدائنا وأعدائهم هم نفس الناس. أنتي متخيلة موقف الإنسان اللي هو وقف جنبي واللي أنا حكيت لك عن نوبله معايا هيكون إيه قدام زملائه ورؤسائه لما يطلع بيان يؤكد إن إحنا مسؤولين عن الجريمة اللي حصلت دي؟ بس هو اقتنع انك مش معاه. لوحده مش كفاية، بريء وسط الظلم والجرايم دي كلها. ممكن قويتوه ومحدش يفتكره. هو ده يا فندم بالظبط اللي حصل مع دنيا ابو ليلى. يعني رايك انها هتوافق على عرضك؟ اعتقد كده يا فندم. يا ريت يا جو، لان الموقف كل يوم بيزداد تعقيد. بعد اذن حضرتك ممكن اعرف الرد بالنسبه للعرض اللي قالته. هندرسه، لان هي بتقترح مش صاحبه قرار. بس انا بفضل انك تقول لها ان احنا موافقين على عرضها عشان تطمئن لنا زياده. يا ريت ده يكون حقيقي فعلا يا فندم. يعني ايه؟ يعني لو افرجنا عن 1000 أسير في مقابل انهم يفرجوا عن كيفن، صدقني يا سياده القائد هنكون احنا الكسبانين. انا مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل. لما في مجموعه تانية هي اللي نفذت كان بيجي لنا احنا ليه؟ زياده في التمويه. زي ما انت شفت احنا كل دورنا في العمليه دي ان نستلم الضابط ده من مجموعه تانية، بس المقصود بالعمليه دي كلها هو انت. انا؟ ايوه شيخ طه. أدهم كان مدينا تعليمات أنا والسواق إنك لو رفضت التنفيذ هناك نقتلك. تقتلوني؟ وليه كل ده؟ أدهم ده تعبان يا شيخ طه، هو أكيد حاسس إنك مش طايقه، عشان كده حب يقيس درجة ولائك ليه بعملية مفاجأة، وفي نفس الوقت يختبر 2 رجالته في تنفيذ أمر زي ده. عشان كده وإحنا في العربية وكل ما أجي أكلمك تسجدني. بالظبط، لأن عرفت على آخر لحظة إن إحنا كنا مجرد فريق احتياطي للفريق اللي خطف الضابط ده. الراجل ده إيه؟
شيطان. الحمد لله الحمد لله ان المقلب اللي كان عامله عدى على خير. هو كان متاكد ان احنا مش هنجيب لك سيره بالامر اللي كلفنا بيه. وحيدر كان عارف؟ حيدر مش عارف، متهيألي لا. تفتكر حيدر ده برضه مش سهل، مش بعيد ادهم. زي ما دبر لك امتحان ولاء وطاعه، كان مدبر له مصيبه هو كمان. والظابط ده هنعمل فيه ايه؟ لسه ما قالش، بس التعليمات ان انا نصوره والشريط يكون جاهز على طول. واسمه ايه؟ ما اعرفش. يلا بينا يا شيخ طه نروح نشتغل معاهم، اكيد حد هنا بيبلغوا بكل اللي بيحصل. يلا من فضلك عايزه اتكلم معاك. وانت عيانه؟ مش مهم، انا عاوزه اتكلم معاك شوي، هستناك. ايه يا شيف مالك؟ مالي؟ ما تتكلمش معانا، ما تقعدش في الاسره. ولا كام مره تجيش دروس دكتور فريد، واخر مره جيتش اصلا. معلش عندي شويه مذاكره ومشاكل شخصيه. مش هصلي دوري في المسجد؟ لا هصلي 5 دقايق وهحصلكم عن اذنكم. اكتشفت قد ايه كنت تفهم في كل مرة بترجاك فيها ان حبنا يستمر. اكتشفت ان في خسارة مشتركة بس مش متساوية، يعني بالنسبة لي خسارتي كانت على قد التجربة. هي كانت تجربة مهمة بالنسبة لي صحيح، بس انت خسارتك اكبر بكتير. ريهام احنا لما بنقرب من ربنا بنكسب، ما بنخسرش. مين اللي قالك ان القرب من ربنا معناه انك تبعد عن الناس؟ ربنا قال عيشوا، فكروا، اختاروا، اغلطوا بس توبوا، ادعوا بس ارضوا باللي مكتوب لكم. ربنا جميل قوي وحنين قوي يا شريف، ليه بتخلوا القرب منه نتيجته القسوه والكره؟ ريهام انت عارفه ان انا عمري ما كرهتك، بس انا متاكده دلوقتي ما بحبكش. انا كان حبي ليك نقي طاهر. شريف احنا اتعلمنا من بعض حاجات كتيره حلوه. هو ما انت فكرت تقرب من ربنا خطوه؟ فكرت تاخدها لوحدك ما سالتنيش؟ مش يمكن كنت حابة أخدها معاك؟ يعني أنتِ أنا من طريق وأنت من طريق، مع إننا رايحين عند نفس الهدف، بس أنا هوصل أسرع منك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنا بسأل وبستشير الناس اللي حواليا وبفكر وما بعرف في الآخر ببقى مرتاح. مرام إحنا ممكن نجرب تاني، إحنا عندنا ميزة. ميزة إيه؟ إحنا بنحب بعض. اللي انت شايفه ميزه ده دلوقتي انا شايفاه عيب. لما تحب وتسيب اللي بتحبها وبعدين تفكر ترجع لها، صدقني ممكن تدي اي حاجه في الدنيا بس الا الحب. طيب بلاش الحب، ممكن نرجع اصحاب؟ احنا كنا اصحاب يا شريف، واما صداقتنا كبرت بقت حب، لكن لما الحب بيضعف صعب صدقني انه يرجع صداقه. ياه انت كبرتي قوي يا ريهام. شفت بقى انا استفدت قد ايه من علاقتنا؟ ما خسرتش زيك اهو عشان اتعلم المره الجايه اما احب. ريهام هو انت ممكن تحبي تاني؟ طبعا، عشان هي الدنيا كده لازم تساعدنا، ولما ما نلاقيش اللي نحبه لازم نحب اللي نلاقيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. في أي أخبار عن كيفن؟ لا، من ساعة ما زعوا الشريط اللي بيقولوا فيه إنه اتخطف مفيش أي أخبار. طب وهتعملوا إيه؟ مش عارف، تهيألي إن هي الوحيدة اللي تقدر تتصرف. طبعا دنيا. أيوه هي اللي ممكن تعرف مكانه، مش بس كده، هي الوحيدة اللي ممكن تقنع أدهم بجديد إنه يسيب كيفن. أكيد، زي ما أقنعتك إنها بلي أو مش إرهابية. ميليسا، أنا ما عنديش استعداد للكلام ده دلوقتي. لو ما عندكيش غير التلميحات الغبية دي يبقى توفريها أحسن.
هو الحقيقة عندي، بس مش تلميحات، هي معلومات مهمة، بس أكيد مش غبية، وبرضو أكيد إنها هتكون مؤلمة جدا. أنت بتتكلمي على إيه؟ إيه الألغاز دي؟ عندك حق، كفاية ألغاز، أنا همشي عندي شغل. بطلي الطريقة دي، لو عندك حاجة مفيدة قوليها. هيحصل، بس الوقت المناسب، إنما دلوقتي حرام. خليك في قدرات دنيا قبل، عشان فجأة بقت أهم وأشطر من وحدات الجيش الأمريكي، لدرجة إن ضابط كفء زي كيفن بقى مصيره متعلق برقبتها. دنيا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا كنت مستنيكي من ساعة ما أفرجوا عنك، اتأخرتي ليه؟ ما أنت عارف إن أنا أكيد متراقبة. أيوة صحيح. الحمد لله على السلامة مرة تانية. أنا سمعت على المعلومة معاكي. معلش. دي الضريبة اللي بيدفعها كل فدائي. قولي لي أفرجوا عنك إزاي؟ في ضابط ساعدني. ليه؟ ليه؟ عشان اقتنع ببراءتي. وهو بدأ اقتناعه ده على أي أساس؟ على أساس التحقيقات اللي اتعملت معايا، وعرف إن مفيش أي علاقة بيني وبين الحوادث الإرهابية. وإزاي عرفت تنفي علاقتك بالمقاومة؟ أنا نفيت شغلي مع الإرهاب مش مع المقاومة. هي هي المسميات بس مختلفة بيننا وبينهم. لا يا أدهم، في فرق كبير قوي بين المقاومة وبين الإرهاب. واضح انك تأثرتي قوي بأفكار الضابط ده. مش مهم، المهم انك موجودة معانا دلوقتي. أدهم، أنا عايزة أطلب منك حاجة. يا سلام، تحت أمرك، بس احنا لازم نأجل الموضوع ده شوية، لأنه زي ما قلتي انتي أكيد تحت المراقبة دلوقتي، واحنا لازم ننقلك من هنا بسرعة. احنا محضرين كل حاجة. قلتي لي اسمه ايه الظابط ده؟ اسمه جو، جو والتون. جو يوسف يعني؟ طب دي سهلة خالص. انا هسبقكم. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معلش يا دكتور، معلش، هي التعليمات الجديدة هتوتر الناس اكتر ما هي متوترة، بس نعمل ايه؟ أدهم بيه ما عندوش استسلم. تفضلي تفضلي. والحقيقة يا أخوان أنا بستغرب، في ناس تحب تتفلسف وتقول لك إيه إحنا بنعمل اللي علينا عشان الواجب في حد ذاته، بغض النظر بقى عن النتائج سواء كانت تنفع أو تضر. وفي ناس تانية تقول لك اسمع، لا تكلمنا في ترهيب ولا ترغيب ولا تخويف، انت تقول لنا الصح من الغلط واحنا نتصرف. كل عبد السلام، والكلام ده ينفع يا اخوانا؟ انا مش فاهم يا دكتور. مش فاهم؟ مش فاهم ايه يا شريف؟ وبعدين احنا مش قلنا نخلي الاسئله للاخر عشان ما نقطعش الدرس؟ انا اسف يا دكتور، بس انا فعلا مش فاهم، اعتقد ان في كتير من اللي قاعدين مش فاهمين. انا قلت يا اخوانا ان في فلاسفه بتقول ان التصرفات الكويسه اللي بتحصل بين الناس وبعضها بتحصل عشان في ناس متحضرين حتى لو هم مش على الدين. بس يا دكتور، في ناس في الصين مثلا، استغفر الله العظيم، ما بيؤمنوش بربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما نقدرش نقول عنهم كويسين، بس ما نقدرش ننكر انهم بيعملوا حاجات تشبه المتدينين كمان. يعني انت قصدك ان الدين ملوش لازمه؟ لا يا دكتور، انا عارف ان الدين اهم حاجه في الحياه وان هو اللي بينظم لنا حياتنا، لكن الدين برضو بيقول لنا ان احنا نحكم عقلنا، نفكر في كل حاجه، نعرف ايه الصح وايه الغلط، نعرف ايه اللي يمشي مع عصرنا وايه اللي كان مطلوب قبلنا من 1400 سنه. كلام سليم يا اخوان، بس ايه المشكله بقى لو خدنا الكلام ده كله حطيناه في اطار الثواب والعقاب؟ يعني اللي هيعمل حاجه كويسه يا اخوانا ربنا هيعمل له كذا وكذا وكذا، واللي هيمشي عوج ربنا مش هيرحمه. ولا عندك اعتراض في دي كمان؟ ايوه يا دكتور، احنا كده بنحول العلاقه بيننا وبين ربنا لصفقه. في كتير مننا ممكن يخاف وانا اولهم. تخاف من ايه؟ اخاف حتى افكر يا دكتور، هتردد. انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى شايف كل حاجه احنا بنعملها، وان هو بيدينا الثواب على المحاولات مش بس على النجاح. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيشوف عبد بيعمل سيئة بيقول للملائكة ما يكتبوهاش، ولو كمل وعملها بتتكتب له سيئة واحدة، وعلى العكس
لو عمل حسنة بتتكتب له في وقتها، ولو كمل وعملها بتتضاعف له العشر حسنات وممكن لسبعمائة حسنة. الله الله، ما انت بتتكلم بالصفقات والأرقام هو يا عم شريف برضه. مش ده اللي أنا أقصده برضه يا دكتور، اللي أنا أقصده إن ربنا رحمته أوسع من كل حاجة في الدنيا. من الآخر كده يا دكتور، الكلام اللي أنا قلته ده بيريحني، ممكن يريح كتير قوي زيي. أنا عارف حضرتك هتقولي إن الإيمان درجات، بس برضه الحياة مراحل، نادر قوي إنك تلاقي شاب عنده 22 سنة وناجح. في صحابة كانوا في سنك كده وكانوا بيعملوا معجزات. الصحابة دول كانوا وسطهم النبي عليه الصلاة والسلام يا دكتور. عليه الصلاة والسلام. بس أنا عارف ربنا عمره ما هيحملنا فوق طاقتنا، لأننا ماشيين على كتابه سنة نبيه. آسف بس أنا عملت كده عشان نضمن إن مفيش أي خطورة. مش للدرجة دي يا أدهم، أنت عارف أنا أخدت قد إيه وعملت إيه لغاية ما وصلت هنا؟ طبعاً قادر إن أنا أتخيل، بس صدقيني ده مش بإيدي. أنت دلوقتي مش بس معروفة للأمريكان، لأ، أنت الأمريكان بقى يحبوكي أوي دلوقتي، مش بعيد يكونوا بيحموكي. من إيه؟ مني أنا طبعا، هما مش بيعتبروني أنا زعيم إرهابي. وهي دي حقيقة؟ صدقيني محدش يعرف إيه هو الصح وإيه هو الغلط، دي حاجة تملي الناس بتختلف فيها، تملي بيبقى فيه وجهتين نظر لكل موضوع. هما بيعتبروني فعلا كده إرهابي، بينما أنا بعتبر نفسي راجل طبيعي جدا جدا ومجاهد زيك انت مثلا. انت ساعات بحس ان جواكي ملاك، وساعات تانية بحس ان جواكي شيطان. ادهم، الحقيقة بقى النسبية اللي بتتكلم عنها دلوقت انا شايفاها تضيع وقت. عندك حق، زيها زي الفلسفة بالظبط. قوليلي بقى، ايه الطلب اللي انت بتعزاه مني؟ الحقيقة هو مش طلب، انت ممكن تعتبره صفقة. والله ده افيد لي واحسن. خير. باختصار يا أدهم، إحنا ممكن نبادل الرهائن الأجانب اللي محجوزين بقالهم فترة طويلة، واللي أنا أخيراً عرفت إنهم محجوزين على ذمة التنظيم بتاعنا بالأسرى العراقيين اللي اتقبض عليهم في عمليات مقاومة من أكتر من مكان. أنت ليه ما جيتليش على طول أول ما خرجت من السجن؟ إيه يا أدهم، ما أنا جيت أهو. جيت أهو، بس بعد ما روحت للضابط الامريكاني في الاول. مش تعتقدي برضو ان الموضوع كده شكله مش حلو؟ ما انت لسه بنفسك قايل اني ممكن اكون متراقبه. وانت لسه لغايه دلوقتي فعلا متراقبه، بس كمان ترتيبك للناس اللي انت كنت عايزه تشوفيهم ينم عن ترتيبك لاهميتهم عندك، وانا كنت فاكر نفسي ان انا اهم عندك من كده بكتير. ادهم، المقارنة اللي انت بتعملها دلوقتي مش وقتها. ردك ايه على طلبي؟ هو ده طلبك انتي برضو؟ ايوه يا ادهم، ولا ده كمان طلب الضابط الامريكاني وانا بتكلم بلسانه؟ قوليلي، الاسرى العراقيين دول يهموا مين بالظبط؟ انا، انت، كل اللي شغالين في المقاومة. طب والرهائن الأجانب؟ أنت عاوز توصل لإيه بالظبط؟ عايز أوصل إن أقول لك إن العرض بتاعك ده مرفوض من ناحيتي تماماً. هو مش معقول كمان إن رجالتي بعد ما عرضوا نفسهم للخطر علشان يجيبوا الأجانب دول هنا، أقارنهم بالمقاومة العراقية اللي مفروض إن الحكومة العراقية تتفاوض عنه مش أنتِ. والرهائن دول مهمين ليك في إيه؟ يعني بعد الانتصار المعنوي اللي أنت حققته بعد ما خطفتهم؟ بغلاوتك عندي ولا حتى ده السبب. الرهائن دول زي ما تقولي كده وديعه في بنك، اسهم في البورصه، حاجه الواحد يفكها بفلوس وقت الزنقه. فلوس؟ طبعا يا حبيبتي، امال نصرف على التنظيم بتاعنا منين؟ وهتصرف على ايه بقى؟ على خطف ناس جداد؟
عشان تزيد الأسهم، قصدي رأس المال. برافو عليكي، صح. وعلى شوية تبرعات من الناس اللي بتتبرع بيها حوالين العالم نعرف نمشي الشغل بتاعنا. اللي هو إيه بالظبط يا أدهم؟ إيه هو شغلنا؟ والفلوس دي لو جت بتيجي منين؟ الشغل بتاعنا يا حبيبتي هو المقاومة اللي أنت بتعمليه من ساعة ما دخلتي التنظيم ده لغاية دلوقتي معانا. أما الفلوس زي ما قلت لك من أي شخص حوالين العالم كله بيؤمن بينا وبمبادئنا. يعني أنت رفضت كل اللي قلته لك دلوقتي؟ طبعاً آه يا حبيبتي. يا خسارة. كان نفسي توافق. ليه؟ عشان ما أطلعش قدامك إرهابي؟ عشان ما أطلعش أنا غبية قدام نفسي. من فضلك يا أدهم أنا عايزة أمشي لو ما كانش عندك مانع. أنا عندي أكتر من مانع هيخليكي تمشي، لكن زي ما أنت عارفة أنا لا يمكن أرفض لك طلب. بدليل اللي أنت قلته دلوقت. حبيبتي اللي أنت كنت بتكلميني عليه دلوقتي ما كانش طلبات، ده كان صفقة، وأعتقد إنها تفرق كتير قوي بين الاتنين. أدهم أنا عايزة أمشي. هتمشي. بس للأسف بنفس الطريقة اللي جيتي بيها. استنى. دنيا. من الصور اللي انت شفتيها دلوقتي انت بقيتي عارفه ان الامريكان بيراقبوكي، بس لازم تبقي عارفه ان احنا كمان بنراقبك، مش بنراقبك انت لوحدك، بنراقبك انت واختك والبنات. اوعى اوعى تدخل اختي او بناتها في اي حاجه يا ادهم، فاهم؟ انا هطلب منك طلب صغير قد كده. اوعي اوعي تفكري انك تشي بيا. وصل هاني زي ما قلت لك بالظبط. ما يا حيدر عملت ايه؟ هي بلغت؟ لا لسه، بس انا خايف انها تعمل كده، علشان كده احنا لازم نتصرف بمنتهى السرعة. الأسهل يا ريس نخلص منها. لا يا حيدر، قلت لك لا. يعني معقول يا ريس هي تخرج من السجن واحنا اللي نخش؟ ما تخافش، هي هتبقى موجودة معانا. عشان كده أنا عايزك تكون واخد بالك أوي وتتصرف بمنتهى السرعة. أنا مش عايز حد فينا يقع، لأن لو حد فينا وقع هجيب رجلين الباقي. طمن يا ريس، أنا مش خسيس زي دنيا. يعني لو وقعت استحالة هبلغ على أصحابي. أنا عارف يا حيدر، طول عمرك راجل. آه من حقك. أنا عايزك تحاول إنك ما تحتكش بدنيا. أوعى تنسى إن إحنا كمان ثلاث ساعات هنبقى كلنا موجودين مع بعض في المقر الجديد. مش عايز بينا وبين بعض أي احتزازات. حاضر حاضر، لا هكون عندك بعد ساعة بالظبط. مع السلامة. ايه يا سمية في ايه؟ مالك في حاجة؟ ايوه في، فينك ناوية تبهدلي نفسك تاني، مش بعيد تبهدلينا كلنا معاكي. ليه بس؟ انتي رايحة على فين؟ رايحة اقابل الضابط جو. يعني مفيش فايدة. الأول كنت بتشتغلي مع الإرهاب، ودلوقتي بتساعدي الاحتلال، أنتِ اللي كل حساباتك غلط. جرى يا سمية، مفيش داعي للكلام ده، أنا ما بشتغلش مع حد، لا مقاومة ولا إرهاب. كل الحكاية إن ممكن يكون لي دور في إنقاذ حياة إنسان بريء. يا دنيا، دنيا إحنا مالناش غيرك، أنا ما صدقت إنك خرجتي من السجن. بعدين إحنا خلاص هنروح مصر. إن شاء الله، بس الحد ده ما يحصل. ما اقدرش ارفض مساعدة انسان هو السبب في اني واقفة قدامك دلوقت. سمية انا برد جميل مش اكتر.
في اخبار جديده؟ خلاص اتفقت على كل حاجه، طلعت لي العود. اتفضل. احنا لسه فينا حيل نستحمل حاجة تانية يا دنيا. خلاص كفاية علينا قوي لحد كده. احنا بس صعبان عليها الانهيار اللي بيحصل ده. انت مش متخيلة احنا هنخسر قد ايه لمجرد اننا نسيب كل حاجة كده فجأة وبسرعة. هو اللي عمل فينا وفي نفسه. عندك حق، انا كنت متاكد ان هيبقى فيها خساره، بس ما كنتش متخيل انه هيبقى مكلف قوي كده. هو ايه ده اللي مكلف قوي كده؟ الحب يا دنيا، الحب يظهر ان الحب على قد ما بيبقى كبير على قد ما بيضيع صاحبه. يا ترى لو البني ادم استخدم عقله بس برضه هيضطر يضحي بكل شيء كده. يلا يلا كملي اللي كنت بتعمليه لحسن، خلاص ما بقاش في وقت. من فضلك اهدى عشان تعرف تفكر. مش هيدفع الفدية يا دنيا، انا عارف قوانين الجيش عندهم اهم من البني ادمين. خلاص ما ينفعش تدفع بطريقه غير رسميه. ادهم قال لي ان هو محتاج فلوس، هو قال لي كده. ارجوك يا دنيا ساعديني. طب قول لي اعمل ايه وانا تحت امرك. مين ادهم بجنيد؟ اكيد له اسم خارجي بيتعامل بيه مع الناس، اكيد ساكن في بيت، بيركب عربيه، بينام، بيصحى. وأكيد لو حصل أي حاجة لكيفن وكنتي قادرة تساعديني ورفضتي عمري ما هسامحك يا دنيا. جو أرجوك اديني فرصة إني أساعدك من غير أدهم ما ينتقم مني. مش هيلحق يعمل لك حاجة. بس هيلحق أختي وبناتها الصغيرين. أدهم ده في منتهى الذكاء،
وانت عارف فكرتي عنه ايه. اكيد عامل كل احتياطاته ان هو ما ينكشفش. والحل المهله بتاعت بيان الفديه بيقرب المشكله، مش في الفلوس. المشكله ان الجيش اصلا رافض مبدا الابتزاز. مفيش غير حل واحد، ان ادهم بجنيد نفسه يتقبض عليها. بس يا ريت ده يحصل قبل ما ينفذ تهديده ويقتل كيفن. هو في ايه؟ بيقولوا في انبوبه بوتاجاز ضربت في العماره. طب وشركه المقاولات؟ بقت زي الفحمه، بس الحمد لله ما كانش فيها حد. ارجوك يا فندم، احنا ممكن ننفي بعد كده. المهم اننا ننقذ حياته. دول مش بيهددوا بس، دول بينفذوا تهديدهم. صدقني يا جو، ده مش قراري، ده قرار مركزي. حتى لو انت مش مقتنع بيه، هي دي الحقيقه. حتى لو القرار محتاج تدخل البيت الابيض مش بس وزاره الدفاع، لازم تحاول يا سياده القائد. احنا بننقذ حياه ضابط من اكفأ الضباط. انا عارف اننا بنكسر مبدا. حتى لو كنا هنكسر مبدا، ده معناه ان احنا بنعلن انتصار الارهاب على السياسة. لا يا فندم، احنا بنعلي من قيمة الإنسان اللي هو أساس كل القوانين الإنسانية والسياسية. أنا بستحلفك بشرفك العسكري إنك تحاول تنقذ ابن من ولادك. بتفكر في ايه؟ في دنيا. دنيا هي السبب في كل اللي بيحصل لنا دلوقتي ده. هدت في ساعات المنظومة اللي ببنيها بقالي سنين. المهم ان انت بخير. عارف يا ادهم، انا مبسوطة قوي بالمكان ده علشان احنا الاتنين مع بعض فيه. مع بعض؟ ونسيتي حيدر؟ في ناس تانية كمان، ده طبعا غير الحراس. مش مهم، المهم ان انا بشوفك كل يوم. ايوه يا حيدر، ايه الاخبار؟ كله تمام، كل شيء اتباع وكاش زي انت ما امرت. كويس اوي. احنا خسرنا كتير في العمليه دي، بس مش مهم، كله يتعوض. في رساله غريبه اوي جت، رساله جت على موقع التنظيم. من مين؟ من وحدة الضابط المخطوف. بيقولوا انهم مستعدين يدفعوا الفدية، بس برضو عايزين يعرفوا التفاصيل بالكامل. مش يمكن خدعة؟ ويمكن يأس. هما ما استحملوش تاني زلزال زي اللي حصل لكلارك. اسمع يا حيدر، انت من هنا ورايح مسؤول قدامي مسؤولية كاملة عن متابعة العملية دي، واضطروا ما يحولوا الفلوس سلمهم الضابط بتاعهم. برضو بعد ما نديهم درس.